صباح الخير، معاكم رنا هاني founder of parenting recipe and official parents educator for راحت بالي. النهاردة أول حلقة من parenting in corona time series. هنبقى كل مرة هنتكلم عن tip أو positive discipline tool تفيدنا شوية في الفترة دي إن إحنا نعديها بسلاسة أكتر مع الولاد، كلنا أصلا stressed. بس أنا اخترت إن أول حلقة تبقى for mothers أو parents in general، يعني بس أنا بخص الأمهات بالذات، لأن طول ما احنا مرتاحين وطول ما احنا أهدى ده بينعكس على تصرفات وسلوك ولادنا وعلى جو البيت كله. فهقول لكم 4 tips تساعدنا شوية ان احنا نقلل stress علينا. أول حاجة المي تايم، مع وجود الولاد طول اليوم في البيت احنا مفيش وقت نتنفس أصلا، بس you need ان انت تخلقي الوقت. احنا الحمد لله gifted بالوقت الايام دي، فاخلقي الوقت يا اما قبل ما يصحوا يا اما قبل ما بعد ما يناموا يا اما في نص اليوم تسيبيهم مع باباهم، whatever. لازم تاخدي وقت لنفسك، ربع ساعة نص ساعة في اليوم، تعمل فيهم اي حاجة بتحبيها بس تبقى بتاعتك انتي وبس. تاني حاجة practicing gratitude، تكتبي كل يوم 3-4 حاجات فرقوا معاكي في يومك وبسطوكي، حتى لو اتفرجتي على مسلسل قديم. الحاجات دي بتفرق في كيمياء المخ، ان هو يبص للحاجات للاحداث حوالينا بطريقة اهدى وبوزيتيف اكتر. تالت حاجة let go، المسؤوليات الكتير اللي علينا من تنظيف وطبيخ وغسيل فجأة بقت كلها بتاعتنا احنا، ما كان زمان حد بيساعدنا في البيت. فمش لازم تبقي perfect and you don't need ان البيت كله يبقى perfect وتبقي بتطبخي كل يوم حاجات تحفة، لا مش لازم، مرة كده ومرة كده وهدي نفسك وعادي، يعني مش لازم نبقى كل حاجة مظبوطة. اخر حاجة واهم حاجة الضغط الرهيب اللي علينا بسبب السوشيال ميديا، عشان نعمل للولاد activities ونسليهم ويخترعوا الذرة الايام دي ونستفيد من الوقت ومعرفش ايه، احنا مش محتاجين كل ده. مش مطلوب مننا نسلي الولاد طول اليوم، ومش مطلوب مننا نفضل نخترع معاهم طول الوقت. احنا مطلوب مننا quality time، وقت حلو family time فعلا، يحسوا بيه بالfeelings الحلوة وبالbond بتاعتنا مع بعض ويحسوا ان هم مهمين عندنا، دي اهم حاجة. لكن لو انا هعمل معهم activity وانا اصلا تعبانة ومتعصبة او مكتئبة، يبقى شكرا ما استفادوش منها اي حاجة. فاهتموا بكواليتي الوقت وسيبهم يزهقوا عادي جدا، وهبقول لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ليه اصلا صحي ان الولاد يزهقوا. Thank you، اشوفكم مرة جاية ان شاء الله. باي.